بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، ينطلق شوط الختام في هذه الفترة المسائية لأمسية سن الإجداع في شوطها الختام، شوط خاص بالإبكار والمركز الأول. مقدمة الشوط مدينة بالمركز الأول لفيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي. المركز الثاني اللي وصلت بالمركز الثاني، المركز الثاني هذه بنت الأسد لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، بينما من الجانب الآخر شعارك يا ابن حصين. هذه المنطلقة وهذه سلوى فهد بن حصين بن فهد الرمزاني النعيمي. مشاهدينا الأعزاء، المركز الرابع الغزيل وصلت على المركز الرابع لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. مشاهدينا الأعزاء، المركز الخامس يا أخواننا في شوط الختام، من هو صاحب شوط الختام؟ اسمح لي، وصلت على المركز الخامس، يا السلام، اسمح لي لي حمد بن علي بن محمد الشراب المري، يا السلام. أعود إلى مقدمة الشوط، وهذه هي صدارة الشوط، والكل دائما يبحث عن الصدارة. من هنا من وقائع سباقات الهجن على الهواء بثا مباشر في تغطيتنا الإعلامية التابعة لقناة البدع. هذه مدينة، هذه مدينة فيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي في مقدمة الشوط متحمل المسؤولية. هنا القادمون دائما أقوى، بنت الأسد لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء، ولكن تسلل الشعارات، تسلل الشعارات، تدفق الشعارات في هذه اللحظات، وهذه زاهية محمد بن سالم بن أحمد العامري، يا السلام. القادمة، القادمة على المركز الثاني هذه المنطلقة الوثبة، مسلم بن رملي بن محمد العامري، الله، يا سلام. هذه المدينة لفيصل بن ناصر بن محمد بن طرجم السهلي. وفي المركز الرابع وصل شعار ممثل هالي العوينة، وصل شعار هالي العوينة. القادمين الغزيل فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين، وهذه بنت الأسد تأتي خامسا، تأتي خامسا لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. أيها الحفل الكريم، وهذا شعار بن مرخان، فاز بنقطة في مساء هذا اليوم، فاز بنقطة في مساء هذا اليوم ويريد المزيد. أعود بكم إلى مقدمة الشوط، وصلنا وإياكم إلى 2000 متر، راحت 3 كيلومترات وتبقى كيلوين عن النهاية، كيلوين عن نهاية شوط الختام. لمن يا هل ترى هذا الشوط؟ من هو صاحب شوط الختام؟ من سوف يختتم هذه الأمسية الجميلة التي كنا معكم مع 15 شوطا مثيرة فيها المتعة والإثارة والحماس والندية والأفراح والبهجة والسرور في هذا المحلي التاسع. الله، يا زاهية، زاهية تزهو بهذا الشعار الجميل وشعارها الزاهي. هنا محمد بن سالم بن أحمد العامري المركز الثاني، الله، يا المركز الثاني، هذه الوثبة وثبت الوثبة على المركز الثاني لصيد مسلم بن رملي العامري، ونأخذ المركز الثالث. هذه الغزيل وصلت الغزيل، وشريطها وسجلها مليء بالإنجازات لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. رابعا بنت الأسد، القادمة بنت الأسد للسيد محمد بن جعفر بن مرخان، وهذه المنطلقة ممدوحة، سلطان بن لافي بن حبيب الشمري قادم، قادم على المركز الخامس. أعود بكم إلى مقدمة الشوط،
أعود بكم إلى الكيلومتر الأخير. يا هل ترى يا أخواننا لمن هذا الشوط؟ لمن هذه التحديات؟ لمن هذه النزاعات على أرضية ميدان التحدي؟ بالفعل بالفعل كأنه شوط رئيسي وهو شوط الختام. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مقدمة الشوط. ثمانمائة متر النهائية، وهذه زاهية زاهية، وهذه هي الوثبة، وهذه هي الغزيل، وهذه هي بنت الأسد. الله يا سلام، ثلاث بهنزان، ثلاث اللي بهنزان اللقى، يوم وصل عند كيلو الامتحان ولعت ما بينهم نار اللظى. الله 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 يا زاهية، شوط الختام لمن؟ يا هل ترى ختامي هذا اليوم، هذا اليوم، هذه الأمسية، هذه زاهية الغزير، وزاهية الغزير، وزاهية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أم هنا مع أهالي العويلة. الله، ذهبت زاهية. محمد بن سالم بن أحمد العامري انطلق، تزهو بهذا الجمال، تزهو بشعارها الجميل والتي يزين شعارها أرضية الميدان. الله يا زاهية، سلام يا زاهية، سلام سلام يا العامري، سلام في أرضية الميدان. اختتمها العامري في هذه الأمسية الجميلة الخاصة بسن الإجداع مع رحلة الخمسة كيلومترات. هذه زاهية بالفعل تطير بناموس شوط الختام. هذه لحظات الوصول والتتويج والناموس. المركز الثاني الغزيل يفاز عبد الله بن محمد الخيارين، المركز الثالث بنت الأسد محمد بن جعفر بن مرخان، وفي المركز الرابع المركز الرابع الوثبة المسلم بالرملي بمحمد العامري، وفي المركز الخامس وصلت في المركز الخامس مشهورة البادي بن جميل بن علي الاكتبي. أيها الحفل الكريم، هذا توقيت زاهية 7:57 و45 جزمة ثانية، هو التوقيت الزمني لحظة فوز زاهية لمحمد بن سالم بن احمد بن حوته العامري. المركز الثاني وصلت الغزيل وتوقيتها 7:59، 59 جزءا من الثانية، هو توقيت الغزيل. المركز الثالث بنت الاسد لمحمد بن جعفر بن مرخان الكتبي، توقيتها 8 دقائق بدون ثواني، 82 جزءا من الثانية. ايها الحفل الكريم، وصلنا الى هذه نهاية هذه الفترة المسائية، وكما تشاهدتم 15 شوطا فيها المتعة وفيها الإثارة وفيها الحماس وفيها الندية وفيها الصراع. شوطنا الرئيسي مع الهيم الهيم لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند صاحبة الشوط الرئيسي.